كمان أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحملة بتيجي ضمن جهود المجلس الحثيثة والمستمرة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بجميع المحافظات في الجمهورية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحمل. ده طبعا بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها. ومن ضمن الفعاليات اللي هتكون ضمن مبادرة كوني إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. حملة طرق الأبواب بعنوان احميها من الختان في 10 محافظات. ده يعني مجهود كبير جدا، وتنظيم تدريب القيادات الدينية بعنوان سفراء ضد ختان الإناث، وتنفيذ يوم للمبادرة الوطنية نورة ودوي في متابعة لمحافظات ببرنامج حياة كريمة. خلونا نقول ان مبادرات كتيرة جدا موجودة في كل مكان وفي كل وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا كمان، عشان ننبه الأهالي لخطورة العنف ضد البنات والأزواج ضد زوجاتهم. ده بنشوفه كتير جدا. كمان تشريعات وقوانين كتيرة تمت مناقشتها وإقرارها بتحمي البنات والستات في كل مكان. ايه رايك بقى في الموضوع يعني ده يا استاذه؟ الدوله بتبذل جهد في كل المحافظات، ادي مبادره كوني. البنات بقى عندها وعي، بس في مشكله لسه عندنا، يعني اللي اتربى عليها الولد او التمييز للولد ضد البنت، فهو بقى بيتبع مع العنف، وهي فهمت حقها فبقى يحصل صدام بينهم طول الوقت. لا انت مش من حقك تعمل كده، لا انا هشتكيك، لو مديت ايدك عليا انا هشتكي لاهلي. طب ما عندهاش اهلي، طب هتروح تشتكي وتعمل تعمل محضر ضده؟ ما هو يعني لا. وبعدين الموضوع كتر قوي، بقت فاهمه حقوقها. الموضوع كتر جدا وبقى في كل حته وفي كل مكان، وكانه شيء عادي. يعني كاني المراه دي، يعني مش هقول حتى، يعني حتى الحيوانات مش مفروض نعمل كده معاهم ابدا، يعني فما بالك بقى المراه، الام، الاخت، البنت. يعني موضوع كبير جدا جدا. بس اللي اختلف يا مها وعيها، ده اللي انا عايزه اقوله. يعني ما طول الوقت في عنف بيمارس ضد المراه. ايوه، وكانت بتسكت. دلوقتي لا، وتخاف، في افلام بتتعمل، افلام قصيره او افلام تسجيليه او مسلسلات بتقول لها لا اعرفي حقوقك، مبادرات بتتعمل طول الوقت. كانوا بيخافوا يتكلموا، يعني كان بالنسبه لهم ان هم يقولوا ده او ان هم يصفحوا عن ان هم في عنف ضدهم، يعني في المحافظات يعني في كل مكان في مصر. كان يعني انا اعرف واحده شخصيا كانت يعني كل يوم علقه سخنه بسبب بدون سبب، وهي اللي شايله البيت وهي اللي شايله الولاد. كام سنه بقى؟ 10 سنين. من اول سنه ما اتكلمتش ليه؟ خافت من العنف. خافت يزود في العنف. في اخ؟ لا، ما فيش اي حد واقف معاها، مفيش غيرها. وراجل بيستفرد بالست الحقيقه، لو مش فاهمه حقها، لو ما عندهاش ظهر، لو اللي مالوش كبير يشتري له كبير. وكان يقول لها كده، كان يقول لها كده يا منى. كان يقول لها، يقول لها انت مفيش حد. مين يقول لها انت في ليكي حد، انا بس اللي ليكي. وكانت بتخاف جدا عشان كمان اولادها. انا بس اللي ليكي ممكن تبقى كلمه حب، انا بس اللي ظهرك، انا بس اللي بحميكي من اي عنف. مش انا بس اللي ليكي وديكي على علق. خيركم لاهلي، يعني انت اللي بتحتويها وانت الامان بالنسبه لها. ازاي انت اللي تبقى تمارس العنف عليها؟ فخلينا نقول فعلا الاشكاليه دلوقتي ان البنات عارفه حقوقها، البنات حاسه ان الدوله معاها، البنات حاسه ان القانون في صفها طول الوقت. فبقى ما ابتدت تعلي صوتها وتقول لا ده حقي، هيحصل بقى شويه جدل وشويه يعني بيقولوا مقاومه، شويه ريزيستنس كده، يعني لا انت مش، ما انت المفروض ما تعملش كده، لا انا جوزك وتاج راسك. تاج راسي لما تبقى مؤدب. بس خلينا نرجع ونقول يا مها، لو الواحده بتختار من اول الخطوبه خالص وعرفت ان الراجل ده عنيف مع امه او مع اخته او عمل، لا ما كانش باين، ما كانش باين خالص ولا كده، لازم تاخد موقف وتفكر 100 مره قبل ما ترتبط. وفي اكيد ارقام بتقدري تتصلي بيها دلوقتي، في يعني عاملاها الدوله وبتبقى في سرية تامة، وبيساعدوا البنات والستات. واوعي تخافي، اتكلمي دايما. انا عايزه اقول ما تخافيش وتكملي. انا لازم اتجوز، اصل اتخطبت فلازم اتجوز. الناس يقولوا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. الخطبه اتعملت عشان نتعرف على بعض في اطار عائلي محترم،
في احترام من الطرفين، بيحترمني طبعًا. بيخاف عليا، لكن لقيتي غير كده شكرا بالسلامه اقفلي الباب. الف سلامه، الف سلامه، والقلب دماغها سخنت، والقلب والقلب دعيلك. لا يعني موضوع العنف ده موضوع غير مقبول تماما تحت اي بند. المفروض من اول يوم يحصل كده، انا في رايي مش بقوم والله ولا حاجه، بس انا في رايي اللي بيعمل كده هيعمل كده تاني. حتى كان يعتذر، يعني الشخصيه اللي بقولك عليها دي كان كل يوم يعتذر لها ويبوس ايديها ويبوس رجليها وما تزعليش مني، اليوم اللي بعديه نفس القصه. فلو حد عنده قصه العنف ضد المراه او بيضرب او زوجته او وات ايفر بنته، اي عمره ما هيبطل، يعني عمره ما هيبطل. فانا رايي تمشي. هو بيجربك اول مره بتسكتي، مالكيش كبير ترجعي له بتسكتي، طيب اعمل ايه؟ لا هتتكلم، لا بيشوف هي يجي منها ولا لا. هاكي قويه كده بادب، قويه بطريقه قويه، لا من فضلك الزم حدودك، ما اقبلش ان انت تكلمني بالطريقه دي. بمنتهى الادب والهدوء، مش هنقول انك هتعلي صوتك عليه وتستفزيه، ان هو بيبقى لوحده كسر لها ساعات، في رجاله ده مره كسر لها دراعها. يا نهار ابيض. والله يعني ده اي حب؟ ده مش حب خالص. عشان كده بقول لك الشخصيه اللي كده ده تمشي على طول، من اول علقه حضرتك شكرا يا فندم مع السلامه. احنا بنتكلم عن مخطوبين، والله مخطوبين متجوزين. متجوزين بقى نحاول نصلح كذا مره بقى وندخل يعني حد، يا ريت يا ريت يسمعوا الرجاله.